اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد. دعاء يوم الثلاثاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غمّاً إلا أذهبت، ولا عدواً إلا دفعت. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا رب.